نرجع تاني مع بعض ويعني النهارده بقى بنستضيف حبيبي واخويا وصديقي ويعني كابتن محمد عوده. ده حاجه جميله جدا، وهو كمان من اللعيبه الكباتن الاسطوريه في نادي المقاولين العرب، اللي اكتر لعيب في نادي المقاولين العرب خد بطولات مع نادي المقاولين العرب، ومدرب طبعا المدربين المميزين. والنهارده سبحان الله الحلقه كلها على المقاولين، يعني كنا معانا من شويه بيل انطوان الحارس طبعا الكبير الكاميروني اللي كان بيلعب في نادي المقاولين العرب في فتره الثمانينات وخد دوري وخد افريقيا مع نادي المقاولين. النهارده كمان كان معانا كابتن محمد عوده طبعا نجم نادي المقاولين، المدرب الكبير جدا جدا. ازيك يا كابتن عوده؟ حبيبي كابتن كريم، وحشني جدا جدا ووحشني ايامك والله. الله يخليك يا كابتن عوده، الله يخليك حبيبي. يعني طبعا سعداء بيك جدا، وكنا متابعينك في ليبيا مع نادي الهلال الليبي، عملت نتائج كويسه جدا جدا، بس فوجئت بقى ان انت يعني مش عايز تكمل، لكن خدت قرار بالرحيل عن نادي الهلال الليبي. عايز اعرف الحاجات اللي انت عملتها في ليبيا، احنا كنا متابعينك وبنتكلم وعملت نتائج كويسه جدا، وعايز اعرف سبب يعني عدم تكملتك مع الهلال الليبي وعودتك لمصر. والله بدايه انا الحمد لله جالي العرض بتاع الهلال الليبي، كانوا هم قبل الاخير في الدوري. أي. السنه اللي فاتت، وراح قعدت مع رئيس النادي وقال لي ان شاء الله احنا عايزين نبقى قدام شويه، انما طبعا صعب تنافس وكده، لكن لعبوا 5 ماتشات يا كابتن كريم، ما فيش ولا فوز، هزايم وتعادلين. فعندهم نقطتين. الحمد لله مسكت، انا كان معايا كابتن سامح السقه، رحنا تعبنا اشتغلنا، عملت حاجه غريبه يا كابتن كريم. يعني احنا اول ماتش رحت ما فيش فرقه، والله بتكلم جد، مسكنا تعادلنا حتى. يعني ايه ما فيش فرقه؟ مش تقيله. بس لسه مش عارف اي حاجه. فطبعا لعبت بالتشكيل اللي هو لعب بيه المدرب الاهلي. لعبنا الفريق اللي نزل اللي هو شباب الجبل على ملعبنا، اتنينا مغلوبين لغايه الدقيقه 96 وجبنا التعادل. ده كان اول ماتش ليا. خرجت من الماتش ده طبعا نفسيا صعبه جدا، بس ايه، قلت هنشتغل باذن الله. طلعنا الماتش اللي بعديها الدنيا احسن شويه. المهم بقى بعد الماتشين دولت حصل توقف حوالي 10 ايام، فوجئت ان لقيت في لعيبه كويسه جدا ما بتلعبش. ده اللي فرق. اتفرجت على الفرق بقى كويس خلاص، انما اول اسبوعين خدت تعادل على ملعبي وتعادل بره ملعبي. فبدات تغير في التشكيل وتشوف اللعيبه المميزه يعني تشتغل بقى مع الفرق. بالظبط، لقيت دخل فيهم اهداف كتير، فطبعا كان لازم اغير طريقه العب بثلاث مسافين ورا. لقيت لعيبه كتيره قوي كويسه ما بتلعبش، واحد زي مثلا عندي اسمه طه الشلوي، ده احسن لعيب في الدوري الليبي. والله. ما لعبش احسن لعيب، بيلعب في الاول، ما لعبش ولا ماتش في 5 ماتشات. اشتغلنا. المهم بقى جينا اول ماتش بقى بعد التوقف على ملعبنا، الحمد لله كان اول مكسب لينا 2-0. خلصت الماتش وهي دي كانت مربط الفرس زي ما بيقولوا. طلعت بعد الماتش عملت تصريح غريب جدا، قلت لهم اول ما كسبت قلت لهم نادي الهلال هينافس على الدوري السنه دي. والله زي ما بقول لك يا كابتن كريم، اتصل بيا رئيس نادي النصر بعديها، النصر ده كنت ماسكه قبل كده من سنتين، سلم عليا وكده قال لي انت عملت ايه يعني التصريح اللي انت قلته؟ التصريح اللي انت قلته ده انت فين والدوري فين؟ بتدبس نفسك. بتدبس نفسك؟ قلت له لا، انا ان شاء الله الفرقه دي عامل بيها حاجه. والحمد لله كان تنينا، كملنا لغايه ما دخلنا السداسي. انت عارف زي ما حضرتك عارف يا كابتن كريم، في مجموعتين، مجموعه بني غازي ومجموعه الشرق والغرب. بالظبط. فبياخدوا اول وثاني وثالث من هنا، واول وثاني وثالث من الناحيه الثانيه. فدخلنا الحمد لله من ضمن الثلاثه، وده كان اعجاز، مش انجاز، اعجاز ان احنا نوصل في المكان ده. والحمد لله دخلنا، كان السداسي في تونس، في دوله تونس. طبعا ما ينفعش تلعب في بنغازي ولا او في طرابلس. طرابلس. فرحت تونس، فرحنا تونس، كملوا الدوري هناك، هم بيكملوا على طول الدوري هناك في تونس.